ماذا يقول اليوم الوزير مروان حمادي للرئيس سعد الحريري اللي صار ببيروت؟ هل برأيك سعد الحريري يمهد لعودة سياسية أم هو فقط جاي إحياء لذكرى 14 شباط؟ يعني أكل حال بالمحبة اللي بنكلنا لسعد الحريري وطبعاً للشهيد رئيس رفيق الحريري ولهالبيت اللي عشنا معه 20 30 سنة من انتظارات والتسويات والخلافات أحياناً، ولكن غلب عليه الطابع الصداقة والتحالف الحميم. حتى ما بقدر اقول له اهلا وسهلا، هو جاي على بيته، هو ببيته. وسعد منحبه لانه سعد منا واكاد اقول لنا. ولكن في سؤال كمان استطرادي دغري بيجي، ماذا يريد سعد وماذا هو ات به الى هون؟ نحن كلنا رح نكون حواليه باحياء ذكرى، هيدي الذكرى اللي بالعام 19 بقدر اقول انه مشتاقين لرفيق الحريري اكثر من اي وقت مضى. واذا حكينا عن فراغ، وكنتوا عم تحكوا عن فراغ، ما في شك سعد ترك فراغ لما غاب كليا عن الساحه. في ايام غاب قسريا لما كانت الاغتيالات ماشي وصار الانقلاب عليه اللي كنا واقفين معه، وجه اللي هلا عم برحبوا فيه، بس بنعرف ترحيبهم لا يحمل في قرارة نفسهم هالهفوة من القلب اللي نحن عنا إياها. فاللي بدي أقوله هون أنه الغياب الكبير غياب رفيق، الغياب الصغير غياب سعد، الغياب الأشمل هو غياب هذه المقاربة للسياسة اللبنانية اللي حملتنا إلى الطائف. وأنا عشت المراحل اللي وصلتنا إلى الطائف، وتغلب السلام على المدفع آنذاك والإعمار على الدمار. هذا كله ما فينا ننساه، وما فينا ننسى أنه من وقت ما غاب الرئيس الشهيد ما اندق مسمار بالبلد إلا مسامير بنعش البلد، بنعش الوحدة الوطنية، وبنعش الوفاق الوطني. لذلك أنا بقول لسعد مش بس اهلا وسهلا، نحن بحاجه لك، بس بحاجه لك مثل ما قال فارس عزيزي. نعم. الكاميرات فارس من 14 اذار، مثل ما قال فارس بحاجه انه يكون حامل مشروع، مش مشروع انقلابي بالبلد، مشروع تكريس العوده الى الوحده الوطنيه. صحيح. سعد الحريري بده يكون مجسد لبنان حدود 1920. نعم. السيادية والمعترف بها. سعد الحريري بده يكون مجسد الوفاق الوطني والميثاق الوطني تبع سنة 43، بده يكون مجسد أكيد وطبعا طبعا بكل تأكيد اتفاق الطائف. ومنه جاي سعد مثل ما بعض الناس عم نقرأ بالصحف، في طوائف أو أحزاب بدها تجيبه تتلطف فيه، وفي احزاب بدها تجيبه لتسترجع حقوقها، وفي قوى واحزاب بدها تجيبه او بدها اياه انه يكرس هيمنتها. انا بعرف انه سعد الحريري مش جاي تيلبي هؤلاء، ومنترجاه ما يلبي حدا منهم. نعم. يلبي لبنان. طيب سعد الحريري التصحر السياسي اللي صار مش بس صايب السنة، سنة عندهم ممثلين، عندهم مفتي، عندهم قيادات، وعندهم خصوصا جمهور. مش بس هو جمهور المستقبل، جمهور السنة هو الجمهور اللبناني العربي اللي أثبت أنه كان مع لبنان الأول وبقي مع عروبة لبنان المستمرة. نعم. معالي الوزير، أنا بعتبر أنه كلنا جزء. نعم. من هذا الجمهور. فاللي جاي بده يسترجع حقوقه اللي ضيعها بتعثر الست سنوات الماضية، أو اللي بده يكرس هيمنة ما عادت تطاق، سعد بده يجي يساهم. نعم. إذا بده، إذا طيب. بيقدر هلا، إذا الوضع الإقليمي بيسمح. نعم. بدي أسألك، يساهم يشيلنا من الانكفاء لدى البعض والهيمنة لدى البعض الآخر.
معالي الوزير، سؤالي انه بالآونة الأخيرة صار في برودة أو انقطاع للعلاقة بين الأستاذ وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري. اليوم يعني إذا الرئيس الحريري راجع وبده يقعد ببيروت عدة أيام أو أسبوع لنفترض، هل بتتوقع أنه يصير في لقاء؟ هل بتتوقع يصير في تواصل؟ يعني ماذا عن الاحتمالات اللقاء أو التواصل بين الأستاذ وليد جنبلاط والرئيس الحريري؟ أنا ما شفت الرئيس جنبلاط من وقت ما رجع امبارح بالليل مأخر من موسكو. من موسكو، ولا شفت الرئيس الحريري. طبعا عم بتواصل معه مع أصدقائه، وبكل تأكيد نحن ما غبنا مرة، لا وليد جنبلاط ولا الحزب التقدمي الاشتراكي ولا اللقاء الديمقراطي عن ذكرى 14 آذار. العام الماضي وليد جنبلاط كان أول من زار سعد الحريري في بيت الوسط. أنا بكل مناسبة، مش بس ب14 أذار، بعيد ميلاده وبغير مناسبات بنزل على الضريح، ولو كنت وحدي أستذكر رفيق الحريري. ولكن ما بعرف شو راح يصير على صعيد المواعيد. أنا مأكد أنه ما نتحدث عنه من حادث عابر وبيانات طلعت وكذا، هيدا الشيء عابر بعلاقتنا التاريخية مع هذا البيت، مع هذا الجمهور، مع أهلنا في بيروت، في الإقليم، في البقاع الغربي، في طرابلس، في عكار، في كل مكان. هذا الشيء ما بحياته قدرنا فصلنا، لا كمال جنبلاط ولا وليد جنبلاط ولا نحن كنا كأعضاء، كنا وزراء، كنا نواب أو لا شيء عن هذا الجمهور. وبيعرف هذا الجمهور قدي بنحبه وقدي نحن ما عنا أي مانع أنه نلتقي بسعد الحريري، ونعتبر أنه إذا صار خلاف على موضوع بيتعلق بوزارة التربية، أو كان يصير في خلافات أكبر جورج بتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة، نعم. كان وليد جنبلاط بمراحل أساسية يعترض على على سياسة بعض السياسات الرئيس رفيق للرئيس الحريري. الحريري، بس نعم على بعض سياسات نعم. الرئيس رفيق الحريري، لا تؤاخذني، وسعد أحيانا، نعم. سعد أحيانا، وفي مرحلة طبعا اختلط الحابل بالنابل لما فات على هالشي العهد اللي عهد الرئيس عون، وما جرى من ضياع لكل الأوراق والانهيار الكبير والانفجار مرفق بيروت. لذلك نعم. هلأ سعد الحريري راجع على بيروت منيح، مش بالمشاكل، مش بس مشاكل العام الماضي، في بين هالوقت صار الفراغ الرئاسي طول طول ومبين لا أفق له، نعم. قد يذهب مثل ما يومتها استعجلوا وجابوا ميشيل عون قبل ما ينتخب ترامب إذا بتتذكر، نعم. يمكن هلأ ننطر لبعد انتخاب انتخابات أمريكا، الرئيس تيصير في الأمريكي، انتخابات رئاسية بلبنان. نعم، وبالوقت نفسه يعني بالنتيجة في حرب غزة، في جنوب مشتعل، في إدارة منهارة، في قضاء مهرهر، في أزمة اقتصادية تزيد تراكما وتفاقما، نعم. وفي بجو كل ذلك شعور اللبنانيين كلهم، تيار المستقبل، تيار بيروت وكل المناطق، تيار الجمهور المسيحي، تيار بالضياع، وكأنه نحن على عشية تفتيت معين. المطلوب أن اللي عائد إلى لبنان مش عائد زعيم سني، قاعد جزء من زعامة لبنانية وطنية عريقة، نعم. ناضلت من أجل الطائف وما بعد الطائف، وبده يكون النضال من هالشيء. أنا بالزمان ناشدته أنه الثورة أهم من الثروة، نعم. بعد اغتيال الشهيد وسام رفيق. الحسن، نعم. هلأ بناشده بقول له الثورة والمبادرة والمشاركة أهم من العزلة برا، بس طبعا كله له ظروف وله وله معطيات، مقدرة، وأنا بقول إن شاء الله أنه تكون هيدي صفحة جديدة.